من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خصصنا كلامنا هذا اليوم حول الصبر، وقبل الخوض في هذا البحث نقدم مقدمة مختصرة، وهي أن كل شيء في هذا الكون إذا حدث فإن هذا الشيء له علة، له سبب. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون مكانا للأسباب والمسببات، العلل والمعلولات. طبعا هناك كلام بين العلماء بأنه هل تلك الأشياء الأسباب هي أسباب حقيقية أو لا؟ عادة الله سبحانه وتعالى جرت على إقران بعض الأشياء بالبعض الآخر. النار سبب للحرارة، هل إن الله أوجد هذه القدرة في النار بأن النار تكون سبباً للحرارة؟ هذا رأي. الرأي الآخر يقول لا، النار ليس لها سببية واقعاً، وإنما عادة الله سبحانه وتعالى جرت بأن يخلق الحرارة حينما وجدت النار، بمعنى أن النار لا مدخلية لها إطلاقا في هذه الحرارة، وإنما كل وقت وجدت هذه النار مقارنا لوجودها الله سبحانه وتعالى يخلق الحرارة. فالبعض يقولون بأن النار الله أوجد فيها هذه القدرة بأن تكون سبباً للحرارة، والبعض الآخر قال لا، أن النار لا مدخلية لها، وإنما الله مستقلاً يخلق الحرارة حينما وجدت النار. وتفصيل هذا الكلام في الكتب العلمية مبحوث، لكن أردنا الإشارة إليه. وعلى كل حال فإن هذه الدنيا دار أسباب ومسببات. إذا أردنا أن نصل إلى أي شيء ينبغي علينا أن نذهب إلى أسباب ذلك الشيء. لا يمكن أن نوجد شيئا بدون
سببه. إذا ذهبنا إلى السبب، السبب يؤثر أثره، أو الله يوجد المسبب حينما ذهبنا إلى السبب. طبعا الأسباب كثير منها بيد الإنسان وكثير منها ليست بيد الإنسان. الأسباب التي بيد الإنسان، إذا أراد الإنسان أن يكتسب فضيلة ينبغي عليه أن يذهب إلى أسباب تلك الفضيلة. إذا إنسان كان والعياذ بالله يريد اكتساب رذيلة يذهب إلى سبب تلك الرذيلة فتوجد تلك الرذيلة. ولأن الدنيا دار امتحان فلهذا أسباب الفضائل، أسباب الكمال، أسباب الخير أسباب صعبة، في حين أن أسباب الرذائل، النقائص، الشر أسباب سهلة، لأنه إذا كان اكتساب الخير كان سهلا وسببه كان سهلا فكل الناس كانوا يذهبون إلى الخير، ما كانت الدنيا دارا للامتحان. لأن الله جعل الدنيا دار الامتحان جعل أسباب الخير أسبابا صعبة، فيها نوع من المشقة والصعوبة. وكما يقول المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. الإنسان إذا كان كريما الكرم يسبب فقره في كثير من الأحيان، إذا أراد أن يقدم كثير من الأحيان الإقدام يسبب الأضرار على الإنسان. إذا المشقة ما كانت موجودة وأسباب الفضائل كانت سهلة وبسيطة كل الناس كانوا يكونون سادة، كانوا يكونون مؤمنين، فلا يكون هناك امتحان، لا تكون هناك صعوبة في كسب الفضائل، ما كان هناك امتحان. فلأن الدنيا دار امتحان أسباب الفضائل والخير أسباب صعبة لا يمكن للإنسان أن ينالها أو يصل إليها إلا بالمشقة. ومن أسباب الفضائل والخير الصبر. هناك مجموعة من الأسباب الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن وأهل البيت ذكروها في كلامهم، فنقلت إلينا عبر مختلف الروايات أسباب الخير. من تلك الأسباب الصبر. طبعا الصبر صعب جدا في كثير من الأحيان، لكن الإنسان إذا أراد الوصول ينبغي عليه أن يذهب إلى أسباب الخير. لأن الصبر إذا الإنسان كان له صبر يصل إلى النتيجة، لكن إذا لم يكن صابرا يتضرر ضررين: الضرر الأول ضرر نفسي، والضرر الثاني ضرر عملي. إذا الإنسان لم يكن صابرا هذا يؤثر على نفسيته، يؤثر على داخله، والنفس يؤثر على الإنسان، وكذلك يتضرر ضررا عمليا، لأن النفس كما ذكرنا في الأسبوع الماضي تؤثر على أعمال الإنسان وجوارحه. في يوم من الأيام ركبت أنا في تاكسي فسألت صاحب التاكسي عن دينه وأخلاقه وأمثال ذلك، نحاول أن نستغل هذه الفرص كم دقيقة نتكلم معه لعله يمكن هدايته بكلمة واحدة. تبين أن هذا الشخص رجل كان مؤمن متدين يصلي يصوم وكان ثريا جدا، أصيب بأزمة مالية، بنكسة مالية، ديونه ازدادت
على ما عنده الديان اشتكوا عليه فألقوه في السجن لفترة كان مسجونا. يقول قال لي هو أخذ الله مني المال والدين والصلاة والصوم. في السجن ترك كل شيء، ترك الصلاة والصوم والتدين وأمثال ذلك. هذا الشخص لأنه لم يكن صابرا على هذا البلاء الذي نزل به، لهذا فقد دينه، أثر على عمله، إضافة إلى تأثيره على نفسيته. كان منهارا، يتبين من كلامه أنه كان منهار نفسيا، وكذلك أثر على عمله، خسر الدنيا والآخرة. فضرر عدم الصبر على عمل الإنسان وعلى نفسية الإنسان. إذا راجعنا الروايات المتعددة في هذا الباب وكذلك آيات متعددة من القرآن الكريم، لعله عشرات الآيات، نرى أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو موارد الصبر ثلاثة أماكن: الصبر على الطاعة، والصبر على المعصية، والصبر على المصيبة. الصبر على الطاعة بمعنى أن طاعة الله سبحانه وتعالى فيها صعوبة، الإنسان يقوم للصلاة فيه صعوبة، يصوم فيه صعوبة، يصدق فيه صعوبة. الصبر على الطاعة هذا مطلوب من الإنسان، لأن الإنسان يصاب بصعوبة حينما يطيع في كثير من الأحيان. إذا صبر على هذه الطاعة الله يوفيه أجره، سواء كانت الطاعة واجبة أو مستحبة. المرحوم جدنا الميرزا مهدي الشيرازي رحمة الله عليه، حينما كان طالبا للعلوم الدينية في سامراء، كان يتيما لأن والده توفي وهو صغير، فكان من شدة الفقر لا يملك مقدارا من المال ليشتري بهذا المال نفطا أو زيتا ليصبح ليلة، حتى بالليل يسرج سراج، ما كان عنده هالمقدار من المال لكي يشتري نفط أو يشتري زيتا ليصبح بهذا الزيت، يسرج بهذا الزيت. ماذا كان يفعل؟ كان يمكن أن يقول إني لا أملك مالا لكي أطالع في الليل أنام، لكنه لم يكن يفعل هذا الفعل. ماذا كان يفعل؟ كان في الليالي المقمرة من الليلة الرابعة أو الخامسة من الشهر، حينما هناك نور قليل من القمر، كان تحت هذا الضوء يطالع ويحفظ القرآن. المطالعة طاعة خاصة إذا كانت مطالعة علوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كذلك حفظ القرآن طاعة ولو أنها طاعة مستحبة. هل هذه الطاعة سهلة كانت له؟ طبعا صعبة كانت، الناس نيام وهو تحت ضوء القمر يحفظ القرآن ويطالع. هذه لفترة طويلة كان دأبه هذا من شدة الفقر، إلى أن أصيب في عينه، أصيب بعمى ليلي، بمعنى أنه لم يكن يتمكن في الليل من الرؤية، أصيب بعمى ليلي، فقط في النهار كان يتمكن من الرؤية، أما في الليل كان يصاب بالعمى بسبب هذه المطالعة الليلية تحت ضوء القمر، إلى أن توسل بالسيد محمد في الدجيل قريب سامراء، بأن الله سبحانه وتعالى إذا شفاه من هذه العلة يذهب كل سنة مشيا على الأقدام إلى زيارة السيد محمد المعروف بسبع الدجيل.
قريب سامراء، ما دام هو في سامراء ففي قضية مفصلة الله سبحانه وتعالى شفاه وكان له بصر، نور بصره كان إلى آخر حياته أحسن من الناس العاديين. هذه طاعة لله سبحانه وتعالى، لكن صعبة. في الليل تحت ضوء القمر يحفظ القرآن ويطالع، لكن هذه الصعوبة تحمل أيام قليلة عاقبتها راحة كثيرة في الدنيا والآخرة، وصل إلى المدارج العلمية العالية، إلى الرئاسة، ولو أنه لم يكن يفكر في الرئاسة، لكن الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالقسم الأول من الصبر الصبر على الطاعة، القسم الثاني من الصبر الصبر عن المعصية كما ورد في الروايات، لأن المعصية أسبابها تشجع الإنسان على ارتكابها، لأنه حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فأسباب المعصية تسحب الإنسان، تجر الإنسان المعاصي المختلفة. الإنسان يصبر عن تلك المعصية. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول العمل عملان، عمل تذهب لذته ويبقى وباله، وعمل يذهب مؤونته ويبقى أجره. العمل الخير عمل صعب لكن الصعوبة تنتهي، إذا انتهت الصعوبة كنا في صعوبة، الآن انتهت لكن الأجر يبقى، كما يقولون ذهب العناء وبقي الأجر. لكن المعصية اللذة تذهب دقيقة دقيقتين يوم يومين، اللذة تنتهي، لكن الوبال والمحاسبة الدنيوية والأخروية تبقى على الإنسان. الصبر عن المعصية، إذا رأى الإنسان أسباب المعصية، الشيطان والنفس والهوى دفعت الإنسان أو دفعوا الإنسان تجاه هذه المعصية، يصبر عنها. والله يختبر الإنسان في كثير من المواقع الإنسان لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، تتوفر له أسباب المعصية لكي يختبر ويمتحن. وكما ذكرنا أن الدنيا دار الاختبار والامتحان. أحد العلماء الكبار، هذا كان طالبا في مدرسة مهجورة، كان فقيرا جدا، في ليلة من الليالي التجأت إلى تلك المدرسة امرأة كانت قد ضيعت الطريق، لم يكن لها ملجأ تلتجئ إليه، رأت مدرسة دينية دخلت في هذه المدرسة، لم يكن في هذه المدرسة إلا هذا الطالب، الشيطان جاء وسوس في قلبه لكنه ما استجاب للشيطان، كانت هناك شمعة، فهذه المرأة كانت تسمع صوت احتراق شيء كأنه زيت أو دهن، هذا ينقط على النار، شايفين في الأماكن اللي يطبخون كباب تسمعون صوتا حينما الدهن أو الزيت يسقط على هذه الجمرة، كانت تسمع إلى الصباح، حينما حان الصباح خرجت، تبين أن هذه كانت بنتا لأحد الملوك، كانت بنت لأحد الملوك، كانت متيه الطريق، سألوها وين كنت البارحة؟ في المدرسة الفلانية. جاءوا إلى المدرسة وجدوا هذا الرجل، زين سألوه عنها، قال صحيح هذه كانت في الحجرة الثانية بقيت هذه الليلة، زين بعدين هي قالت سألوا أنه شنو هذا الصوت كان اللي كنت أسمعه من الليل إلى الصباح، سألوه
قال إن الشيطان جاء وأغرني وحاول أن يغرني الشيطان، لكن قاومت الشيطان، رأيت أن الإغراء شديد جدا، فقلت ينبغي علي أن لا أستجيب له. فكانت هناك شمعة، كنت أضع إصبعي على هذه الشمعة وكانت إصبعي تحترق لأقول لنفسي ذق حرارة الدنيا قبل حرارة الآخرة، أفكر في حرارة الآخرة، لكن لأن الشيطان قوي جدا كنت أريد أن أذيق نفسي هذه الحرارة لكي لا أقع في المعصية. حينما رآه الملك على هذه الحالة زوجه بنته، نفس هذه البنت زوجها، صبر ليلة واحدة، بعد ذلك أعقبته راحة طويلة، صار صهرا للملك، ما ارتكب الحرام الله سبحانه وتعالى رزقه الحلال. الصبر عن المعصية، المعصية تغر الإنسان وتضره. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا تغر وتضر وتمر، تغر الإنسان وتخدعه، ثم تضر الإنسان، وبعد ذلك تنتهي تذهب. الظلم فرعون سنوات طويلة، كان يظلم، أين فرعون؟ انتهى. نمرود وهكذا سار الظلمة، الحجاج ظلم 20 عاما وجرائمه معروفة لكن انتهى، كل ما فعله انتهى، كل لذاته انتهت، أعقبه عقاب أبدي أخروي في الدنيا، يلعن أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وفي الآخرة عذاب أكثر وأكثر بحيث لا نتصور ذلك العذاب. الصبر عن المعصية. القسم الثالث الصبر على المصيبة. الإنسان كثير من الأحيان تنزل عليه مصائب، ينبغي عليه أن يصبر على تلك المصائب. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا وكان واضعا الحسين عليه الصلاة والسلام في حجره، وكذلك إبراهيم ابن الرسول كان واضعهما على حجره. نزل عليه جبرائيل وقال إن الله سبحانه وتعالى يقرئك السلام ويقول لك قد قدرنا موت أحد هذين، إما إبراهيم يموت وإما الحسين، لا نجمعهما لك، فاختار، الاختيار بيدك، إما الحسين يموت وإما إبراهيم. فاختار الرسول بقاء الحسين عليه الصلاة والسلام، قال لأن موته يسبب الألم لي ولعلي ولفاطمة عليهم الصلاة والسلام، لكن موت إبراهيم يسبب الألم لي فقط، فلهذا مات إبراهيم بتقدير من الله سبحانه وتعالى. كان الرسول في دفن إبراهيم يبكي، ماذا كان يقول؟ كان يقول القلب يحترق والدمعة تجري ولا نقول ما يسخط الرب، لا نقول لماذا الله سبحانه وتعالى قدر لنا هذه المصائب، لماذا الله سبحانه وتعالى سلط علينا فلان وفلان، لماذا قتل أقرباؤنا، لماذا سجنوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. في حال قتله كان يقول رضا بقضائك، نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى لأنه لا يقضي لنا إلا الخير، ولعل هذا الخير يكون صعبا علينا. الإمام الحسين آخر وصية له وصى الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، بأي وصية؟ نفس الإمام زين العابدين نقل هذه الوصية للإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، قال له أوصيك بما أوصاني به أبي حينما حضرته الوفاة في يوم عاشوراء. ماذا قال له؟
قال له اصبر على الحق وإن كان مرا. أنا أقتل، هذا مر بالنسبة لك، لكن اصبر عليه. فالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على المصيبة. إذا الإنسان صبر، طبعا الصبر وحده لا يكفي، ينبغي أن يكون مع الصبر العمل. لهذا في آيات متعددة من القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قرن الصبر بالعمل، قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، في آية أخرى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، في آية أخرى ثم جاهدوا وصبروا، في آية أخرى وإن تصبروا وتتقوا. الصبر جزء من السبب لا السبب الكامل. إذا الإنسان صبر ورضي بقضاء الله سبحانه وتعالى، النتيجة الدنيوية والأخروية تحصل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الإمام أمير المؤمنين نزلت عليه مصائب كثيرة لكنه إمام للمتقين، الأئمة نزلت عليهم مصائب كثيرة لكنهم أئمة يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى. صبروا أياما قليلة، هذا الإسلام الذي وصل إلينا، وصل إلينا عن طريقهم، لأنهم كانوا أئمة يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى لما صبروا. صبروا الله سبحانه وتعالى في حديث الإمام يقول لما علم الله منا الصبر أنزل علينا النصر، نحن نصبر ونعمل بما أراد الله سبحانه وتعالى، ونترك معاصي الله سبحانه وتعالى، ونرضى بقضائه. بعد ذلك المرارة تنتهي، أيام قليلة تنتهي هذه المشكلة، نكون في نعيم دنيوي ونعيم أخروي الذي لا يزول. لكن إذا لم نصبر العذاب الدنيوي ينزل علينا والعذاب الأخروي. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام المصائب كثيرا نزلت عليه، كان يتمكن بعصيان الله سبحانه وتعالى أن يثبت قواعد حكومته، كان يقول إني أعلم ما يصلحكم، كان يخاطبهم أعلم ما يصلحكم، لا يصلحكم إلا السيف، أقتل بعضكم وأسجن البعض الآخر فأنتم تخافون مني وتطيعوني، لكن لا أريد إصلاحكم بفساد نفسي، أخالف الله سبحانه وتعالى أفسد نفسي لأصلحكم. الحجاج قتل وسفك استقرت حكومته، معاوية قتل وسفك استقرت حكومته، وهكذا كثير من هؤلاء الظلمة. السفاح أول خلفاء أو سلاطين بن العباس سمي سفاحا لكثرة ما أراق من الدماء. المنصور قتل أبا مسلم الخراساني، أبو مسلم الخراساني هو الذي جاء ببني عباس إلى الحكم، قاد جيشا من خراسان فأسقط الحكومة الأموية، وجاء إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يقبل الخلافة. الإمام الصادق رفض، ليش؟ لأن الإمام الصادق إذا كان يقبل أولا كان تأييد لكل أفعال أبي مسلم الخراساني، في طريقه قتل آلاف الناس ظلما. بعد ذلك إذا كان يريد أن يقبل السلطة كان بين أمرين، إما أن يصير آل بيد أبي مسلم، وإما أن يقتل أبا مسلم كما فعل المنصور. المنصور ماذا فعل حينما خاف على سلطان من أبي مسلم الخراساني؟ قتله. زين، كان يكون حال الإمام الصادق حال سائر الحكام الظلمة. فهؤلاء سفكوا وقتلوا استقرت حكومتهم لكن بفساد أنفسهم. أمير المؤمنين يقول لا أصلحكم بفساد نفسي، عن المهم عندي أن أنا أكون على الطريق الصحيح، بس كل الناس كانوا على فساد ما يضرني هذا، لا يضرنكم من ضل إذا اهتديتم.
فصبر، ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى إماما للمتقين. صحيح أنه أصيب بمشاكل كثيرة، كانوا يخالفونه، كانوا يسبونه، كانوا يحاربونه، كانوا يضعون كلام ضده، كانوا يقولون أنه لا يصلي، أنه كذا وأنه كذا، لكن صبر على هذه المشاكل، صبر على هذه التهم، حتى أصحابه كانوا كثيرا من الأحيان يلومونه، يقولون افعل كذا افعل كذا، لكن ما كان يقبل أن يفسد نفسه بإصلاح الناس. كان أصحابه يلومونه لكنه صبر، لهذا الله سبحانه وتعالى جعله إماما للمتقين في الدنيا وكذلك في الآخرة. لا يمكن لأحد أن يجوز الصراط إلا إذا كان في يده ورقة من علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بهم ومن المقتدين بهم ومن الصابرين والراضين بقضاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا شر الأشرار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها